اخو تكلمنا على المنافع ديال النبك في صباحيه الدوزه مع الاستاذ نبيل العياشي. اليوم شاف الهادي اليوم غتقترحوا علينا في وصفه ياك؟ طبيعه الحال اولا كنقول لك صباح الخير وكنقول صباح الخير المشاهدين الكرام. هذه الوصفه هذه اللي هي سهله ما تاخذش الوقت بزاف، غير هي الطريقه باش نخدموها هي تاخذ شويه ديال سميتو. تيخص لينا واحد 150 غرام ديال الزبده، واحد 100 غرام ديال السكر، واحد 100 غرام ديال الدقيق، واحد 50 غرام ديال النبك، واحد 100 غرام ديال التمر، واحد جوج العواشقه ديال الخميره الحلوه. اولا كنهزوا الزبده، والزبده خصها تكون على حسب درجه الحراره تكون دايبه شي شويه مزيان باش تجينا سهله نخدموها. واللي ما عندوش يدير اي حاجه باش يدير اي يعني باش يمعصها باش يمعكها. يمعكها تنجمعها هكذا، لان الزبده الا ما كانتش يعني في درجه الحراره ما غاديش تطلع لنا الحلوه مزيانه. هذه اولا. نبق لقيتي هكا مطحون تيتباع؟ كيتباع مطحون او لا تيشريوه وتينقيوه وتيطحنوه لراسهم، لانه هو ساهل في الطحين وساهل حتى بزاف الحوايج، لان النبق موجود في السوق. كل شيء هاد الحويجات اللي تنديروهم هنايا في صباحيات الا موجودين في السوق. هاد الطريقه هذه هي من الاحسن، اللي عنده شي ماكينه في الدار يضربها بالماكينه احسن باش تطلع لينا لاموس مزيانه. الا ما كانتش لاموس طالعه مزيانه ما غاديش تطلع الكيكه مزيانه. من الحويجات اللي خصنا نعطيهم اتونسيون. تنزيد معاه واحد 100 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الدقيق، الدقيق اللي تيكون عادي. تنجمعو بحال الطريقه هذه، لان هذه ما تتاخذ ليناش مثلا الحليب ولا شي حاجه اخرى من غير البيض. يعني البيض هو اللي غيجمعها، البيض اللي غادي يجمع. ماشي سائل بغيتي تقول ياك؟ البيض وسميتو الزبده، لان الزبده كما قلت لك خص تكون في واحد الدرجه تكون معتدله ما تكونش بارده بزاف. وحتى البيض خصنا نخرجوا نخدموا بيدينا كذلك ياك؟ نخدموا به بيدينا بطبيعه الحال، غير هي لك هي من الاحسن باش تضرب مزيان وتجي طالعه. يعني عنده غوبو يديرها بالماكينه؟ بالماكينه ماشي مشكل. ابغيت ناخذ 50 غرام ديال النبق. النبق هنا يحاولوا ما امكن، لان 50 غرام راه واحد المقدار كبير. تنشوفوا لان هو خفيف بزاف ماشي بحال تيوزن 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 حتى هو. تنجمعوه بحال الطريقه هذه معاه، سوك وانت نزيد معاه التمر. وهذه كيكه غنيه بزاف. وهنا خصك ديال هذه الوقيته هذه البرد بطبيعه الحال. وهنا كاين واحد دي سكري، وتندير جوج عوشقات ديال خميره الحلوه. تندير ثلاثه البيضات باش تنجمع كل شيء. تندير ثلاثه البيضات، تنجمعوها هنا. كاين واحد لو سوكري، ان خصنا نحاولوا ما امكن الفران ديال سميتو ديال الفرفاره راه ما يصلح ليناش. فران عادي وصافي. الفران عادي، لان كاع الحلاوه اللي تنلقاو فيهم التمر تنلقاو فيهم بحال هاد المسائل زايدين، يخص الفران عادي. وتتجي ثقيله شي شويه، تيخصها الوقت واحد ما يفوق من واحد الساعه لواحد الدرجه ديال 180 درجه. واون ميم طون حتى ملي تنصايبوها خصنا الفران ما نحلوهش. الا مشينا حلينا الفران ندخل لينا بحال الشغل ديال الكيكه. بحال داك الشغل ديال الكيكه، لان شنو هي الكيكه؟ الكيكه زمان كانوا يديروا غير الخبز، الخبز بحال الخبز كانوا يديروا غير الدقيق والماء. ومن بعد طوروا بحال دابا تلقاو لي فرونسي ان عندهم الكيكه ديالهم زوينه، تنقولوا كيكه لي فرونسي زوينه، ديال الطلين كتكون صغيره وحلوه، ديال لي زالمون تتكون عامره غير بالليموس، ديال لي غريك تنعبصوها كتخرج الزيت بزاف، يعني كل مزيته. تنخر نهز شويه ديال واحد جوج العواشق ديال زيت ديال الليمون، ديال الليمون غيتواتى كثير مع النبك ياك؟ مع النبك بطبيعه الحال. وهذا هذا الطبق زوين بزاف. ريحه الليمون عطات عطات بزاف بحال هكذا، تجي مع الكب بحال هكذا. بغيت ناخذ المول، المول اللي ما عندوش بحال هذا المول خصي لابد يدير شويه الزبده وشويه ديال الطحين. تنحطوه هنا شحال تتبقى في الفران؟ تتبقى في الفران واحد الساعة حتى لساعة و15 دقيقة هكاك. درجة الحرارة؟ درجة الحرارة 180 درجة،
ونحاولوا ما امكن ما نحلوش عليها الفران، نخليوها غير بحال هذا الشكل هذا، نحطوها بحال هذا الشكل هذا وتنخليوها غير بحال هذا الشكل هذا وتنخليوها بحال هذا الشكل هذا وتنخليوها تطلع الراس تطلع الراس. وهي اون فوا تنساليوها تنديروها في الفران ستريت هو، يعني كندخلوها الفران ديريكت ما نخليوهاش تجلس ولا شي حاجه باش كتطلع وكتعطينا هذا. طلعت تبارك الله، طلعت تبارك الله بحال هذا الشكل هذا. وتنديروا لها شويه ديال الزواق، تنديروا لها شويه ديال. والقيمه الغذائيه ديال هذه الكيكه عاليه بزاف، عاليه بزاف، وصلاح الوليدات الصغار بزاف اللي ما تيبغيوش المذاق ديال النبق، هذه وسيله باش نعطيوه للدراري الصغار. واللي بغى يزيد فيها شويه ديال لاكريم تتكون لاكريم فغاش زوينه، تنقدوا نديروها غير في الجناب بحال هكذا تعطينا واحد تنشجعوا كتكون زوينه بزاف، وكنقدموها بالصحه والراحه. ويمكن لك تذوقي الا بغيتي تذوقي ان شاء الله. اكيد غادي نذوق. شكرا لك الشيف هادي على وصفه اليوم.